يعني مثل ما تابعنا سلمى البدايات جديدة، دائما بيكون فيها الحماس والجدية بأعلى الدرجات، يمكن يوم ورا يوم شهر ورا شهر هذا الهدف بيضيع وبخف الحماس، وإذا ما اختفى الهدف بالمرة. لنحكي أكثر عن البدايات الجديدة وكيف لازم نخطط وننجح فيها. أكيد معنا بالاستوديو الدكتورة لبنى بشارة خبيرة تنمية إدارية، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير دكتورة لبنى. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية دائما بنقول خلينا إيجابيين، نحن سنة جديدة لساتنا بأولتها، خلينا إيجابيين. الإيجابية هي جزء كتير مهم لننجح بأي شيء بالحياة أو بالتخطيط أو بالأهداف، ولكن بظل الظروف اللي عم بنعيشها أوقات بيكون في سلبية كتير كبيرة أنه نحن نقدر نواجهها بهالإيجابية اللي عنا. خلينا نحكي كيف بنقدر نبلش نخطط ونتخطى الظروف اللي حوالينا بالبداية؟ بالبداية بدي أقول كل عام وأنتوا بالبداية بألف خير، كل عام ومشاهدينا، لأنه بدي انطلق من المعايدة لفوت على ربطة بطريقة نظرتنا الإيجابية وكيف ممكن نطورها. فدائما لما نقول كل عام وانتم بخير لمشاهدينا، لحضراتكم، فريق العمل كله، لقائدنا الرمز بالبدايه وجيشنا المناضل، اهم شيء بالفتره الحاليه هو صمود شعبنا وجيشنا. فلما نقول دائما بالبدايات الجديده، وهي العباره اللي بدي انطلق منها، بتمنى لكم الخير، الصحه، التوفيق، السعاده وكل هاي الامنيات. فاذا البدايات الجديده تحمل الامنيات، فهون منبلش النظرة الإيجابية، هي بأنه نحن دائما نحمل تمني بشيء إيجابي، نحمل نظرة متفائلة لو لدرجة بسيطة حسب الظروف ببداية جديدة. فمعناته نتشارك جميعا بالتمني، لكن وين منختلف وين منتفاوت بعدين بموضوع التنفيذ والوصول إلى أهدافنا؟ بموضوع هل نملك الإرادة مع الأمنية؟ هل نملك الإرادة، الرغبة الحقيقية؟ هل نملك المهارات والمعرفة؟ وهل نقوم فعلا بواجبنا وبمسؤولياتنا لنستمر بالوصول للشيء اللي عم نتمناه؟ معناته التمني موجود، هذا قاسم مشترك عند الجميع، وهي نقطة إيجابية، معناته نحن منتشابه فيها، فالفروقات بتبقى بالعناصر الثانية اللي ذكرتها. هلأ النقطة اللي كتير مهمة اللي لازم نوقف عندها، كلنا نقول إنه لا نستطيع العودة للوراء لصنع بداية جديدة، لكن بإمكاننا البدء اليوم لصنع نهاية جديدة، لصنع نهاية سعيدة أو مناسبة، بدنا نقول الشيء اللي نحن منتمنى. فهي أول نقطة، لا تزعلوا على الماضي، خلونا نبلش من اليوم، لكن مو لا نزعل ننسى كل الماضي، لا، لا نزعل من الماضي إنه راح ما عاد نقدر نرجعه، لكن لازم نتعلم منه. هي النقطة اللي بتساعدنا على التخطيط اللي بدنا نحكي اليوم على مراحله، تخطيط لتحقيق أمنياتنا أو لبدايات جديدة. فهي نقطة كتير مهمة. فمعناته لنبلش بدايات جديدة نحن بنحتاج أولا إلى قرار. فنحن فعليا هل قررنا ولا ضلينا محصورين بموضوع الأمنية؟ هي نقطة لازم نوقف عند ذاتنا ونفكر فيها. فنحن نحتاج لبدايات جديدة إلى قرار، نحتاج إلى فعل. هلأ مثل ما بنعرف دائما العالم بتوصل لمرحله وبتوقف، ناس مثلا بتتجاوز مرحلتين وبتوقف، 90% من الاشخاص ما بيوصلوا لاهدافهم، ليش؟ لانه ما في استمراريه. فاذا عباره الاستمراريه هي العنصر اللي بينقص غالبيه الاشخاص، بيتشاركوا غالبيتهم بالبدايه وبيتشاركوا غالبيتهم بالنهايه انه هنين ما عندهم استمراريه، فهون بيصير في الفروقات بيناتهم. هلا اذا بدنا نجاوب على سؤال كيف ممكن نحن نخطط لبدايه جديده، اول شيء فكره التخطيط بدها تبنى على معلومات. انا لما بدي خطط بدي اول شيء اعرف انا شو واقعي، شو ظروفي. ليش؟ لانه لما اعرف انا وبشكل منطقي ولنقول نظره شموليه، مو بس نظرتي انا لحالي لانه ممكن تكون مجتزئه، لما أنا أعرف شو واقعي وأقدر قيمه بقدر حط أهداف قابلة للتطبيق. تمام؟ فنحن فكرة معرفة الواقع منشان لما حط أمنية تكون منطقية وقابلة للتطبيق، ما تكون خيالية. هلأ ممكن حدا يطلع يقول لا التفكير الأمنية الخيالية ممكن تتحقق بالتفكير الإبداعي، صح؟ الأمنية الخيالية لنقول مشروعة ومسموحة، لكن آلية تنفيذها
بدنا نرجع للشيء المنطقي والواقعي. فإذا بدنا نكون أول شيء نعمل مثل مسح سكان للسنة السابقة. أنا شو أنجزت؟ إذا كنت حاطت أمنية هل حققتها أو لا؟ إذا ما حققتها شو المعوقات تبعيتي وشو الشيء اللي كان داعم لإلي؟ بعدين أنا وين وقفت؟ بأي مرحلة؟ ليش وقفت؟ تمام؟ فبدي وقف مع ذاتي وأعمل مجموعة تساؤلات لقيم حالي كيف كنت السنة الماضية. هلأ كتير منا بيحط الموضوع على البيئة المحيطة فيه، وكثير منا بيحط الموضوع يعني انه موضوع فشله او عدم استمراريته بتحقيق الهدف على ذاته. فنحن هون بتقييمنا للعام السابق بنقدر نحط اهدافنا. فمعناته المرحله الاولى تقييم، المرحله الثانيه وضع الاهداف. لنحط اهداف اللي هي امنياتنا بدها تكون في لها مجموعه خصائص. شو هي؟ اول شيء تكون قابله للتطبيق، يعني واقعيه ممكن انا ساويه انفذها، ما احط شيء خيالي مشان ما انصدم، ما اكتئب، ما احبط. ثاني نقطه، حاول جزئ موضوع الاهداف. تمام؟ يعني اذا هدفي كان كبير فبجزئه انه انا للاول ست اشهر بدي اعمل هيك، الثانيه بعمل بنتقل لخطوه ثانيه. فوضع تجزئه لتحقيق الهدف بيساعدني كثير لكون انا عم تابع حالي هل انا فعلا مشيت فيه او لا. طيب نقطه ثانيه كثير مهمه، اولا قلنا تقييم، ثانيا وضع الهدف. من خصائص الهدف انه واقعي، وضع مخطط زمني له، معرفه هل هو قابل للقياس. يعني اذا انا قلت بدي اكتسب مهاره فانا يفترض لما اكتسبها اعرف حالي، فرضا صرت اعرف ترجم اذا كانت هي مهاره اللغه، او اذا على الكمبيوتر اشتغل صرت اعرف نفذ مواضيع معينه، فمعناته بده يكون قابل للقياس، مو شيء غير ملموس. يعني ما بقدر انا اعرف حالي وين وصلت. المرحلة الثالثة بعد ما حطيت أهدافي بدي انتقل، هذا عم نحكي هلا تخطيط لصنع بدايات جديدة توصلني لأمنيتي بالعام الجديد. بعد ما أنا حطيت شو هدفي، شو من كان هدف مادي معنوي اجتماعي، هذا كله ضمن نفس الإطار وبنفس الآلية بنمشي فيه. بعد ما حطيت بروح بشوف شو كان عندي مزايا، شو العناصر الداعمة لإلي. المزايا إنه أنا ممكن مثلا شو عندي مهارات، شو عندي دكتور عفوا هذا اللي بدنا نسال عنه، انه لما نحكي نحن عن وضع الاهداف ولما نحكي عن خطط جديده لازم يكون عندنا مهارات موجوده قدامنا. خلينا نحكي عن مهارات اليوم لازم تكون موجوده، او اذا ما انا موجوده لازم ننميها لنحقق هذا الهدف اللي بدنا اياه. كثير حلو وكثير مهم. اول شيء المهارات هي بتختلف حسب الهدف. هلا فاذا بدنا نقول المهارات العامه المشتركه بين الكل هي لازم تكون مثلا مهاره الاصغاء، مهاره الحوار، لانه نحن معظم اعمالنا بتحتاج لهي المهارات، مهاره التواصل مع الاخر، هي بنسميها مهارات انسانيه ومهارات سلوكيه، مهاره التفكير، مهاره التحليل، هي امور عامه. هلا اذا بده يكون بقى منفوت على المهارات الخاصه بالهدف تبعنا، اذا كان هدفي انا فرضا انه اصير اشتغل على تقنيات معينه برمجيات، فانا بدي اروح اتعلم مهاره برمجيه من الا تقنيه، هون هذا تصنيف ثاني من انواع المهارات غير السلوكيه والانسانيه. طيب اذا انا كنت بدي اشتغل بقسم علاقات عامه فبدي اروح اعمل دورات خاصه بال التواصل مع الآخر، التعاون، العمل ضمن فريق، كل هاي الأمور. فإذا بدي شوف المهارات العامة أنا كشخص، وبدي شوف المهارات الخاصة بالأمنية أو بالهدف تبعي. فهي حسب بقى أمنية الشخص بده يكون المهارات الداعمة لإله. نعم. كمان دكتورة يعني خلال حديثنا مرت كتير نقاط مهمة اللي حكيتي عنها، اللي هي تقنية، المهارة، الأسلوب للتخطيط، والزمن والوقت ومراجعة هذا الموضوع. يعني نحن قبل ما نختم حديثنا اليوم خلينا نقول أنا قدامي هدف، مثل ما قلنا درست كل شيء حكيتي عنه، عوامل وخططت لهذا الهدف، لسبب ما من الأسباب ماني حاسبت له حساب فشلت بهذا الهدف. الفشل دائما هي المرحلة اللي بتوقف الدنيا فيها عند الإنسان. هاي المرحلة أنا كيف بقدر لا كمل مثل ما قلنا وأعمل شيء ولو بسيط يرجعني للمسار المضبوط. تمام. هلأ بدنا نشتغل هون على فكرة إذا بالعموم هي عنوانها برمجة العقل الباطن. شلون؟ يعني أنا بدي
درب نفسي على انه من البدايه، من اول ما بلش، انه انا ممكن افشل، انا بدي اشتغل لتحقيق الهدف او للامنيه او للجيد، لكن بدي اتوقع السيء. فانا هون بكون خففت عن نفسي اثر الاحباط او الاكتئاب اللي ممكن يصيبني لما افشل باول او ثاني او عاشر مره. ثاني نقطه، بدي اعرف انه طريق المجد ليست مفروشه بالورود، فهذا موضوع كثير مهم. اذا انا من البدايه فايت على اي موضوع بعرف انه ممكن تواجهني كثير عقبات، فبدي درب نفسي على فكره قبول السيء، لكن او الفشل او لنقول الاخفاقات. هلا القبول مو هو معناته التوقف عنده انه انا قبلته ورضيت، لا، مو القبول بمعنى الرضا، القبول لاقدر اتجاوزها. لما انا بقبل حالي فانا بصير اعرف فكر فيها بطريقه منطقيه اكثر. فنحن بنقبل انه نحن فكره لم ننجح بتحقيق الهدف بمرحله معينه، لكن بنصير بنفكر بطريقه منطقيه اكثر، بنستفيد من اخطائنا السابقه اللي ما خلتنا نوصل له لنقدر نتجاوزها ونكمل. فمعناته بدها القصه تدريب على قبول الاحباطات، ونتذكر دائما انه اهم عظماء العالم ما وصلوا ل المكان اللي هن فيه او بسهولة. لقصص نجاحهم بسهوله او من اول مره. نعم. يعني دكتوره حكينا عن موضوع كثير مهم، البدايات الجديده. دائما لما بنكون في بدايات بنكون حاطين ببالنا هي من سنه ومن سنتين ثلاثه، مثل بدي اغير سلمى هي العاده، بدي اترك هذا المكان، وما بنعمل شيء. هو للاسف يعني مثل ما حكينا مع حضرتك، هو انه ما بنكون اخذين القرار بعدنا، مو واصلين للقرار النهائي. الحديث يطول اكيد عن هذا الموضوع. بدنا نشكرك كثير دكتوره لبنى بشاره، خبيرة تنمية إدارية. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وبتمنى لكم بدايات جديدة دائما. أكيد. سعيد.